مشاهدينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. لالا عمر مرة أخرى شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أخبار وأحوال الطقس غدا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية من القاهرة العظمى فيها 38 الصغرى 26، الإسكندرية 33-25، مطروح 32-22، بورسعيد 36-26، الإسماعيلية 40-25. ننتقل للسويس العظمى 39 الصغرى 25، العريش 36-25، طابة 39-25، شرم الشيخ 41-30، الغردقة 41-29. الأقصر العظمى فيها 44 الصغرى 29، أسوان 44-30، الوادي الجديد 43-24، شلاتين 39-27، حلايب 36-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.